السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في تغطيتنا المباشرة للذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملكا على المملكة العربية السعودية. بداية نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نبدأ هذه الحلقة. دائما ما تفاجئنا عقارب الساعة تمضي على عجل، وكأنما تداخلت عقارب الساعة لتبقى بين زمانينا، لتحصي الأحداث وليبقى التاريخ ومضه سكون وسكته تأمل، وكأنما تشابكت عقارب الساعة فجأة لتدهشنا دوافع الجد والعزيمة. إنه سلمان ولا عجب. إنني وقد شاء الله أن نحمل الأمانة العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلاً يمدني بعونه وتوفيقه. ليست الأحلام وحدها ولا الآمال، هي بلوغ الصفو منتهى الأنات والإدراك ونضرة التأمل. أن تحمل في داخلك ماضٍ تفتخر به، أن تمتلك كنزاً من التاريخ، بل التاريخ يبقى عنك. أن تكون شهماً عربياً أصيلاً، أن تحمل في داخلك وطناً وقضايا أمة تتعلق بها، أن تكون صاحب نظرة ورؤية وروية وحكمة، أن تمتلك الأفكار فتختزلها لتحلق بها متى ما تشاء. هي هكذا قصة العراقة حين تنظر للمستقبل البعيد بوعي. عقود تتلألأ لتفسح الطريق. هو سلمان عندما يمضي، وكأنك تقلب صفحات وطن بأكمله، تقف لتسكن ما يقرأ، وتقف لتحكي ما قرأت. إنه سلمان ولا عجب. السياسة الداخلية والخارجية وعجلة التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أناقشها مع ضيوفي في الاستديو الدكتور عادل المكنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بك. والأستاذ محمد الطيار الكاتب والمحلل الاستراتيجي، حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. خادم الحرمين الشريفين في السياسة الداخلية، نبدأ دكتور. هناك عمق في التفكير، هناك يصاحب هذا العمق هناك توزيع للمهام، لكن أيضا لم يغيب حفظه الله مبدأ الثواب والعقاب، وهذا ساعد كثيرا في أن يعني تتميز المملكة العربية السعودية بسياسة داخلية تميزها عن غيرها. بسم الله، أول شيء أهنئك وأهنئ حقيقة المشاهدين الكرام بهذه المناسبة، وعندما تشرق يعني البيعة تشرق معها معاني الولاء والانتماء والوفاء لقيادتنا الرشيدة لدورها حقيقة الرائد في جعل هذه البلاد في مكانة مرموقة. ما تفضلت فيه حقيقة أنه قيادة هذه البلاد وضعت نصب عينيها المواطن المستفيد النهائي من كل العمليات التي أحدثها رؤية 2030 التي يقودها مهندس هذه الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان. عندما نتحدث عن الرؤية أخي الكريم، ونتحدث عن المملكة خلال 5 سنوات التي قاد بها خادم الحرمين الشريفين هذه البلاد إلى هذه المكانة المميزة، نتحدث عن تغيير وتحول في ذهنية المواطن لتقبل هذه التغيرات في مستويات متعددة.
هيكلة الوزارات، هيكلة المؤسسات كان هناك فيها تغيير لمواكبة الأهداف التي تضعها رؤية 2030. تعرف كون وجود مشروع ومشروع كبير بهذا الحجم تم التخطيط له وتم المشاركة فيه من شتى قطاعات المجتمع، هذا يحتاج إلى أن توائم هذه الرؤية وهذا التوجه الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، أن تتوائم معه كل المؤسسات وكل القطاعات وكل الأفراد حتى والمجتمعات. وتعرف أنه المملكة العربية السعودية أكثر من نصف السكان هم من الشباب، ولذلك كان هناك يعني نصف أعين القيادة هي التوجه للشباب. وتعرف الرؤية عندها يعني عناوين رئيسية وضعت مجتمع حيوي، أنه كيف يتحول هذا المجتمع لمجتمع حيوي يستطيع أن يسهم إسهاما كبيرا في التنمية. أيضا وطن طموح، ووطن طموح ليست كلمة يعني تقال، بل هي مواطنة مسؤولة، حكومة فاعلة. لذلك كان هناك مؤشرات، تجد في الرؤية دائما هي المؤشرات والداشبورد موجودة عند على كل مستوى في معرفة أين وصلنا في كل شهر في كل ربع سنة، فأصبحنا كأننا الشركات التي تحاسب على هذا الأمر. ما تفضلت به نقطة جدا جميلة، وهي عملية حتى التأكيد على التدقيق في الأداء والكفاءة الأداء، وليس فقط هي أهداف موضوعة أن يحققها من يريد كيفما يشاء في أي وقت يشاء، بل هي وفقا لبرامج ووفقا لمحددات يستطيع من خلالها أن يقاس العمل ويقاس الإنجاز. وهنا التنافسية المطلوبة للمملكة العربية السعودية، وهذا اللي خلانا من 5 سنوات إلى اليوم في يعني توجه المنحنى البياني في صعود ملحوظ، ومن يستطيع أن يوائم هذه الرؤية التي نجدها على أرض الواقع نجدها في مثلا الهيئات الأخيرة التي أنشئت، هيئة العلا، هيئة الرياض، هيئة مكة المكرمة، هيئات للعمل على هذه المؤسسات، نيوم، أيضا هيئة الاستثمار العامة آخرها طرح أرامكو والتجاوب الكبير من المواطنين. وهذا يدل على وعي أخي محمد والأخوة المشاهدين، وعي من المواطن وموائمة ومواكبة لمستوى التطلعات التي يضعها. وسنأتي على موضوع عجلة التنمية، لكن شيء بشيء يذكر أستاذ محمد، الملك سلمان عرف عنه أعلى معايير الانضباطية منذ أن كان أميرا للرياض، ويعني نقل هذه الانضباطية العالية بمعايير أعلى عندما تولى مقاليد الحكم في المملكة. نتحدث عن هذه النقطة وانعكاساتها الإيجابية على الشأن الداخلي في المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني الشعب السعودي المواطنين والمواطنات بهذه الذكرى المباركة، جعل الله إن شاء الله فاتحة خير واستمرارا للنهج المستمر من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. لو ننظر بنظرة تاريخية تسلسلية منذ أن بدأ الملك عبد العزيز رحمه الله من 1902 إلى هذا الوقت الحاضر، نجد أن العملية السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية مستمرة بشكل تسلسلي وتراكمي من الملك عبد العزيز للملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبد الله، والآن في عهد الملك سلمان حفظه الله وطال في عمره، مع ولي عهده عضيده الأيمن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. عندما ننظر هذه بشقين تقريبا، الشق الأول ينبثق من الشق السياسي وعندك الشق الاقتصادي، نجد فيها عملية توازن، وكل عصر وكل عهد يواجه بعض التحديات ونخرج فيها ولله الحمد بمكانة أقوى اجتماعيا سياسيا اقتصاديا على المستويين. بعهد الملك سلمان حفظه الله تبلور لدى الفكر السعودي أو المؤسسة الحكومية السعودية التحول من النظام الحكومي إلى النظام الانضباطي، أو بمعنى أصح إلى الكفاءة الحكومية، بشقها المالي، بشقها التقني، بشقها الاجتماعي، بشق الفكر التنموي البشري، كل هذا انعكس. والدليل على ذلك لو نرى فقط وزارة من الوزارات وهي وزارة المالية في عملية الإرشاد أو النشرة الاقتصادية عن الميزانية أو الموازنة المقدمة، لم نجدها في السابق. وبكل عصر يتجدد المخرجات، وبهذا العصر نشأ عندنا الكفاءة والانضباطية، وشاهدنا هذا من أعلى مستوى لآخر مستوى. حضرت آخر مجلس الخادم الحرمين الشريفين ووجدنا الانضباطية في الوقت والانضباطية في الأداء، وهذا ينعكس من المستوى الأعلى كملك إلى أقل المستويات الوظيفية.
لو نجي نجد هذه انعكست كأرقام اقتصادية على مستوى المملكة العربية السعودية، نجد أن الاقتصاد في بداية عهد الملك سلمان إلى الآن ارتفع بنسبة 25% ووصل إلى نهاية 2019 بداية 2020 800 مليار دولار كسادس عشر اقتصاد في مجموعة العشرين والثامن عشر عالميا والأول عربيا وشرق أوسطيا والثاني إسلاميا، بتحديات وصعوبات من أهمها نزول أسعار النفط والتحول من الاعتماد على النفط إلى غير النفط. بهذا يكون عندنا مسارين متكاملين متوازيين بين الاعتماد والتحول الاستراتيجي وبين التماشي مع الوضع الصعب في المنطقة سواء في الداخل المنطقة أو خارجها عبر القوى الأخرى. هنا يخرج تصور على القيادة الحكيمة الرشيدة في عملية الضبط وفي عملية المسار والانطلاق إلى رؤية 2030. وهذا التحدي يبهر المحللين ويبهر صناع القرار في الداخل والخارج. نعم. كيف نحن وصلنا لهذه المرحلة من الكفاءة سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المالي. نعم. ونطمح إن شاء الله للمزيد في المستقبل إن شاء الله. دكتور عادل، هذا يدعوني أيضا للحديث عن الشفافية التي أسس لها وأكد عليها دائما خادم الحرمين الشريفين، حتى في حديثة مع الشعب تجد هناك شفافية عالية، وضوح كامل، يعني إشراك، هذا نوع من أنواع إشراك المواطن في صنع القرار الداخلي. جميل طرحك حقيقة أستاذ محمد، لأنه بالنسبة لهذه القضية تلمس عند خادم الحرمين الشريفين الشيء الكثير. الشفافية أعتقد هي ما تردد كثيرا على مستوى الوثيقة 2030، وكان هناك رؤية واضحة اتجاه هذه، والمحاسبة والمساءلة. نعم. أيضا هذه تبعتها، ولذلك عندما قال سمو الأمير محمد بن سلمان أنه يعني سيحاسب كل من يعني أو كما قال من يعني ارتكب جرما، هذا قام بتنفيذ هذا الوعد، وهذه دلالة على أنه يعني الوعود التي وضعت تم تنفيذها. وعندما تحدث عن المساءلة قاد الأمير محمد بن سلمان التحقيق في هذه القضايا، الأمر الذي عاد على هذه البلاد بأموال طائلة من هذه القضايا التي تورط فيها قلة من المواطنين. نعود مرة ثانية إلى الخطط أخي محمد والأخوة المشاهدين، الخطط الموضوعة وضعت لها مؤشرات ووضعت لها أهداف رقمية، فأين نحن من هذه الأهداف؟ ما الذي تحقق في هذه الأهداف؟ هي هنا المرجعية عندما تحدث عن النزاهة ومكافحة الفساد. لا. نجد أنه هناك حقيقة عمل ضخم وكبير على هذا الصعيد، بل يعني دعوة للمواطنين إلى المشاركة في هذا الأمر، وأنه كل من يحاول أن يستغل ماديا أو معنويا أو إداريا وظيفيا المنصب أو الأموال التي تحت يده فإنه سيقع تحت طائلة المساءلة. وهذا الأمر يعني كان على أرض الواقع وتم التحقيق وتم المحاكمات كما أعلنت ذلك النيابة العامة. لذلك عندما نتحدث أخي الكريم عن التحول فنحن نتحدث عن القيادة يعني من أعلى السلم، وهي تعمل بأقصى درجة من الشفافية في التعامل والمعايير المالية والمحاسبية والمساءلة فيها. أيضا إعداد الخطط، يعني مؤشرات واستخدام الخدمات الإلكترونية. فنجد أنه الآن كل مؤسسة كل وزارة كل يعني هي كان في المجال الحكومة الإلكترونية، نتحدث تحديدا في عهد الملك كان هناك ثورة كبيرة جدا، ولذلك الحكومة الإلكترونية في تقدم كبير، وهذه كلها أخي محمد تجدها موجودة في الوثيقة التي نحن نعمل عليها. نحن الآن في سكة واضحة، في الخطط موضوعة في مراحل تتحقق من خلال خطة التحول 2020 وأيضا من خلال وثيقة رؤية السعودية 2030. ولذلك عندما نتحدث عن المساءلة والشفافية نحن نتحدث عن مستويات عدة، مستويات المواطنين، المستويات الأعلى، وكل هذه المستويات تم التعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح كائنا. نعم. من كان أستاذ محمد، الجميع وقف أمام القانون سواسية في عهد الملك، لكن لغة الأرقام دائما تكون هي الأقرب في شرح هذه المرحلة. صحيح. من أهم لغة الأرقام لو نجد في عملية الكفاءة في عملية الإنفاق الحكومي
والعملية الإيرادات الحكومية وعملية التطور في الأرقام في بعض المؤشرات. لا يحضرني الآن بعض رقم المؤشرات التي تثيرها لكن موجودة في أي جهة حكومية. لكن لو نجد الآن في عملية الكفاءة التبادل مثلا التجاري مع دول العالم من عهد الملك سلمان والعهد اللي قبله إلى الآن لم نحقق أي عملية عجز تجاري وعملية ونحقق عملية فائض بين ما نصدره وبين ما نستورده. مرشح أنه يكون 2020 يحقق الميزان التجاري كأعلى قيمة فائض له تتجاوز 700 مليار ريال سعودي، وهذا المؤشر يعطي راحة وطمأنينة للمستقبل أنه قائم على أسس مجهودات وزارة المالية، مجلس الاقتصادي والتنمية برئاسة ولي العهد، تقوم على قواعد أساسية ذات شفافية عالية ومرونة عالية تعطي التطور في المدن، التطور في الأرقام اللي نجدها الآن تعرضها الحكومة السعودية سواء المدن الاقتصادية، السكك الحديدية مثلا، الطرق تحولت من 47 كيلومتر إلى 73,000، السكة الحديدية من 1418 إلى تقريبا 5600، وبالتالي هذه أرقام لا تحتمل مجاملة أو الإنشاء أو الكلام فقط، وإنما أرقام موثقة وموجودة وممكن لأي شخص موجود على المدن الاقتصادية من 14 من 14 مدينة إلى 36 مدينة، الإنتاج احتياطيات الغاز العملاق القادم من تقريبا 96 إنتاج إلى 126، الحين الاحتياطي 350 مليار تريليون متر مكعب، التوجه القادم في التعدين احتياطات المملكة في عهد الملك سلمان 5 تريليون، وجد 5 تريليون ريال أنجزت 1,600,000 وظيفة، من ضمنها وعد الشمال 85 مليار، من ضمنها الخير اللي هي 120 رأس الخير 130 مليار. كل هذه أرقام تعطي تصور أن الاقتصاد ليس قائم على نفط وأنه قائم على قواعد مستدامة. وحققنا هذا التحول الحمد لله في وقت قياسي جدا، اللهم لك يعني غيرنا يعني أمضى عقود، لكن احنا يعني بفضل الله ونسخر لنا هذه القيادة الرشيدة اختصرنا الزمن في 5 سنوات. أستاذنكم وأستاذنا المشاهدين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال الحديث حول مسيرة المملكة في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 5 لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في تغطيتنا ومواكبتنا للذكرى البيعة 5 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. دكتور عادل، كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في الجزء الأول من شأن داخلي وسياسة خارجية، تحولات اقتصادية جدا مهمة، كل هذه يعني تعطينا خارطة طريق واضحة وضعها خادم الحرمين الشريفين للمملكة العربية السعودية ليس لعقد أو عقدين، ربما إلى 3 عقود قادمة. أعتقد أنه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله برؤيته الاستراتيجية للمجتمع السعودي القادم وضع أعتقد خطوط عريضة في يعني سكة التطور للمملكة العربية السعودية، فيها البعد السياسي، السياسة الثابتة للمملكة العربية السعودية والتعاطي الحازم اتجاه القضايا الخارجية. الأمر الثاني الضمان الاقتصاد المستقر في المملكة العربية السعودية، وأيضا نموذج التنمية الذي يعمل عليه الآن بحيث أنه المملكة العربية السعودية تنفتح على الواقع المحيط والعالمي في نفس الوقت الارتباط بالأصالة للمملكة العربية السعودية. نعم أستاذ محمد، لو نجمع بين التوجه الخارجي الموجود حاليا في المنطقة والتوجه الداخلي الموجود، نجد في عملية الترابط الاستراتيجي في عملية أنه تكوين أمثل حرب اليمن، كيان البحر الأحمر، بالتوازي مع المشاريع الرؤية 2030 اللي هي آمال، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، آمال، إنيوم، العلا، وبالتالي نمزج بين هنا التواجد الاستقرار الأمني يخلق عملية استقرار ورخاء اقتصادي، وهذا تقود القيادة الرشيدة في عملية شعور الشعب داخل الوطن بكامل الأمان والرغد والعيش إن شاء الله على المستقبل الحالي والمستقبل إن شاء الله. بإذن الله. الإرهاب كتبت حلقته الأخيرة في عهد الملك سلمان فانتهى داخليا، والمملكة العربية السعودية وبتوجيهات الملك لم تدخر جهدا لا فكريا ولا أمنيا ولا حتى عسكريا في محاربة هذا الداء الدولي. نشاهد هذا التقرير عن دور المملكة في مكافحة الإرهاب ثم نعود إليكم. انطلاق من مكانتها الإسلامية دورها الإقليمي والدولي تؤكد
موقفه ثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره. تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات، وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأسهمت بفعالية في التصدي لها وفق الأنظمة الدولية، ليجتمع العالم على أهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم دون أن ينتمي لدين أو وطن. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فحاربته محلياً وأدانته عالمياً، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية وفق استراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره، وسجلت إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفين والممولين للإرهاب. نعم، إنه الوطن ولا شيء غيره، حب يتغلغل في داخلنا ما حيينا وإلى الأبد. حفظك الله يا وطني، وحفظ قيادتنا الكريمة من كل شر ومن كل حاقد. دكتور عادل، الحديث عن مكافحة الإرهاب يعني يدعونا للحديث عن أمور عدة. المملكة العربية السعودية سياستها طول النفس، الصبر، الحكمة، لكن عندما ينفذ هذا الصبر فالعقاب يكون كبيرا، ولذلك خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم حزم كثير من الملفات الخارجية عندما استنفذ الصبر بلا شك. وعندما نتكلم أخي محمد والسادة المشاهدين عن قضية الأسلوب والاستراتيجية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، أنا أعتقد أن نحن نتحدث عن أساس مهم في البناء والتنمية. لا تنمية ولا بناء بوجود عدم استقرار واضطراب ولا سمح الله. ولذلك كانت المملكة العربية السعودية حاربت الإرهاب من خلال عدد من المحاور. المحور الأول الأسلوب الوقائي، وهو من خلال العمل الاستخباري ومحاولة كشف هذه الكثير مثل ما تفضل التقرير قبل قليل، العمليات التي حاول من خلال الأسلوب الاستخباري، وهذا يدل على ما تتمتع به حقيقة القدرات الاستخبارية السعودية وتعاونها مع المراكز الاستخبارات العالمية، وهذا يدل على مكانة المملكة العربية السعودية وقدراتها، بل هي
استطاعت أن ترسل رسائل وقائية لدول أجنبية كادت تقع فيها أعمال إرهابية. هذا رقم واحد. رقم اثنين أخي الكريم والأخوة المشاهدين، أيضا المملكة العربية السعودية عملت على الحسم والحزم الأمني، بحيث أنه قضت على 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 هذه البؤر التي حاولت أن ترسل رسائل. وتعرف في مثل الإنجليزي يقول when it's bleeds it's leads، الإعلام يبحث عن الدم، ولذلك هم يريدون الإرهابيين والإعلام الخارجي المغرض يحاولون أي حدث أن يسلطون الضوء عليه مهما كان قصير صغيرا. ولذلك كانت أيضا المعالجة الأمنية في أعلى مستوياتها. أيضا الأسلوب الثالث أعتقد يعني هذه الاستراتيجية الثلاثية، وهي المناصحة لمن يعني لم يتورط في مثل هذه القضايا، وكان حقيقة أثرها كبير على هذا المستوى، بل أخذت هذا النموذج وطبق في عدد من الدول. ولذلك عندما نتحدث عن نموذج المملكة في التعامل مع القضايا الإرهابية، فكانت حقيقة على أعلى مستوى، وبحمد الله الآن يرفل المواطنين بالرفاه والأمن والأمان. ولذلك عجلة التنمية والبناء والصناعة تتحرك الآن بكل سلاسة. الحمد لله. هذا يدعونا للحديث عن العقلانية في سياسة الملك وسياسة المملكة العربية السعودية الرسمية بشكل عام، العقلانية في السياسة الخارجية، حتى العقلانية في النهج الأمني في التعامل مع الظروف الأمنية. أخوي محمد، العقلانية تنتج على الحكومة السعودية وآفة الإرهاب. الإرهاب شقين، الإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي. الإرهاب الداخلي انتهى فكرا وميدانا، ونتج عنها كرقم الاستثمارات الأجنبية كانت ب 500 مليار دولار، الآن وصلت إلى تريليون و 500 مليار دولار، ومرشح أنها تصل 2 تريليون دولار، أي 8 مليار ريال أو 7 مليار ونص ريال. أما الإرهاب الخارجي لا نجده في المنطقة إلا متمثل في جمهورية إيران فقط، وهذا يعطي دلالة عندما نقارن من يكافح الإرهاب. المملكة العربية السعودية نجد اقتصادها وصل 800 مليار دولار، ونجد الاقتصاد الإيراني اللي هو 80 مليون نسمة 450 مليار دولار كاقتصاد، أي نصف الاقتصاد السعودي. لاختلاف الفكر والتوجه، الفكر السعودي والعقلانية السعودية خلقت تحالفات كيان البحر الأحمر، التحالف الإسلامي العربي، الناتو العربي إن شاء الله في القادم. هذا خلق أنه العقلانية أعطت مصداقية عالية والحكومة، واستضافة إن شاء الله مجموعة العشرين في ديسمبر بعد سنة إن شاء الله من الآن. هذه التصور والعقلانية السعودية أوجدت مكانة إقليمية، عمق عربي إسلامي، اقتصادية، وعي الشعوب المحيطة لنا في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن، وهذا كل دلالة ينتج الحمد لله من نتيجة تراكمية من ملوكنا السابقين والحاليين وفي المستقبل إن شاء الله بقيادة سمو ولي العهد بإذن الله. دكتور عادل المكنزي، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، والأستاذ محمد الطيار، الكاتب والمحلل الاستراتيجي، شكرا جزيلا لكما، ودائما وابدا نلتقي ان شاء الله في مناسبات وطنيه سعيده ان شاء الله. شكرا لكما. شكرا. نذهب مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير، ثم نستقبل ضيفين اخرين في ذكرى البيعة. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة لذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. المرأة السعودية كانت ولا زالت وستظل شريكا مهما في التنمية، وقد سجلت المرأة السعودية حضورا مميزا في الداخل والخارج، وحظيت باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث كانت المرأة ولا تزال تشكل جانبا مهما في مسيرة هذا الوطن المعطاء. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم. حظيت المرأة باهتمام منذ تأسيس المملكة إلى اليوم، وتمكنت المرأة من تولي العديد من المناصب المتقدمة، وحصلت على كثير من الحقوق بعد قرارات ملكية حكيمة. وفي هذه الأيام تطل علينا ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
وتأتي الحقوق التي حصلت عليها المرأة لتترجم رؤية 2030، والتي تهدف إلى إشراك المرأة في التنمية بكافة المجالات. في البداية أرفع أسماء التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين في ذكرى البيعة الخامسة. أيضا رأينا الإنجازات المتسارعة وتحقيقها في وهذه الجهود الملموسة، وكذلك من تمكين للمرأة وسرعة الخدمات والإنجازات التي تمت في هذا العهد المبارك. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق وشكرا لكم. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة البيعة الخامسة، تجديد ولاء وعطاء لخادم الحرمين الشريفين، ونبارك لهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين. حقيقة هذا العهد المعطاء الذي رأيناه ولمسناه ووجدناه حاضرا وواقعا ملموسا لجميع المواطنين والمقيمين، وتمكين المرأة في سوق العمل وفي خدمة المجتمع، ظهرناها جلية للعالم أجمع. تعيش المرأة في عصرنا الحالي أعلى درجات التمكين بفضل القيادة الرشيدة، وهذا ليس بجديد على المملكة، فالدولة سبقت القطاع الخاص في تمكين المرأة في عدة قطاعات. فللمرأة السعودية قدرة عظيمة لإثبات وجودها وأنها قادرة على التواجد بجدارة في مجالات العمل المختلفة. أولاً أحب أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة. ثانياً نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتسهيل حياة المرأة وانخراطها بسوق العمل وأهمية القرارات التي جعلت حياتها أسهل ومكنتها لتجعل لها دور رئيسي في المجتمع، استثمرت طاقاتها وإمكانياتها وأتاحت لها الفرصة المناسبة لها ولبناء مستقبلها. أول شيء أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة. ثاني شيء أثبتت المرأة السعودية كفاءة ومهنية عالية في شتى مجالات الحياة، وكم أفخر بكوني امرأة سعودية قادرة عاملة في هذا المجتمع على تطوير نفسي وبناء ذاتي وبناء مجتمعي تحت قيادة عازمة وحازمة على إخراج أجيال متطورة ومستقبل راقي بإذن الله. والآن لم يتبقى للمرأة إلا أن تتخذ القرار وتعمل وتبادر، وهي تدرك أن عليها واجبا تجاه بلدها، وذلك بالمشاركة في تنميتها ورد الجميل.